نص منتخب تونس تقريبا بيلعب في الدوري المصري. يعني فخر الدين بن يوسف، جزيري، علي معلول، معلول، فرجاني كان يعني برضو كان مش غريب علينا، عارفينه وعارفين امكانياته وحافظين لعبه. المسلوسي نفس الحكايه، ده يصب في مصلحه المنتخب ويفرق مع اللعيب على ارض الملعب وهو بيلعب فرقه يعني نصها بتلعب معاه في البطوله المحليه. هيدي اريحيه لعيبه المنتخب مصر زي ما حضرتك بتقول كده، ان انت دلوقتي انا لعيب نازل عارفه غير لعيب لسه بنزل هستكشف اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، اول 10 دقائق بستكشف اللعيب اللي قدامي. يعني انت لما بتنزل فرقه مهما شفت في المحاضرات ولمهما المدير الفني يكلمك على 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 لعيبه او على فريق انت رايح تواجهه، انت برضو بتنزل ارض الملعب لسه بتستكشف. لازم استكشف. لازم تقرا اللي قدامك، لازم اقرا اللي قدامي، لان ممكن يكون برضو هو ليه مدير فني وليه بيتكلم معاه في متطلبات جديده طلبت منه. بالرغم ان انا ممكن اكون بتفرج عليه في الفيديو وحافظ تحركاته والمدير الفني محفظني تحركات اللاعب الخصم، الا ان برضو ممكن يحصل جديد. ممكن طريقه اللعب ممكن تتغير، ممكن التشكيل يتغير، ممكن يعني اي ظروف تجد ان تتغير القصه كلها جوه الجيم يعني. فده ممكن يعني حته ان انت بتلعب حد عارفه بتاثر شويه في حته ان انا استكشف او بتاثر الوقت اللي هو بتاع استكشاف الخصم. قريت فرقه تونس كويس في البطوله؟ يعني اتفرجت لها على ماتشات، شفت مستوى الفريق على مدار البطوله؟ اتفرجت على ماتش تقريبا موريتانيا كسبه في عمان تقريبا في سلطنة عمان. ده الدور الثمانيه. يعني فرقه كويسه. لا في ماتش في المجموعه برضو كسبوه 4 تقريبا حاجه زي كده. كان تقريبا اول ماتش تقريبا. فرقه كويسه، فرقة منظمة، المربع الهجومي بالكامل بيتحرك كويس وبيخلق لنفسه مساحات، وطبعا عارفين سيف الدين الجزيري. فرويد مميز، فرويد مميز، بيعرف يتحرك وبيعرف يخلص من نص فرصة زي ما بيقولوا. اللعيبة الخبرة كمان اللي بتنزل برضو تغييرات زي اخطر برضو. لعيب في تونس من وجهة نظرك كابتن عبد الله، يعني مين العقل المفكر، مين اللي لو عطلته عطلت يعني القوة الضاربة في منتخب تونس؟ بص، هو مش حد معين، بس يعني ممكن مثلا لو انت عطلت تعطل يعني سكني؟ ممكن المسكني لو بيلعب اساسي، الراجل طبعا ياسين الشيوخ لما بينزل برضو برضو من اللعيبه برضو اللي كان في جيلي برضو بيلعب في منتخبات تونس ناشئين وشباب، فده لعيب مميز برضو حتى بالرغم وجوده برضو الا انه عنده خبص ملعب. يمكن في هدف من الاهداف انا ركزت معاه جدا لما الكره طلعت لبره ناحيه 18، اللاعب اللي قاطع جوه في السكس يارد هو ما بصش، هو ادى ايحاء للناس كلها انه اللي هيلعب لتحته ولعبها بالعرض والراجل جه مكمل بكل سهوله. فده بيديني حلول عندهم ان مثلا اللعيبه اللي هي جايه من تحت دايما هي اللي بتخلق الفرص للفرود الاساسي. خلينا نسمع رايك في احمد ياسين. يعني انا شايف الصراحه الراجل بيأدي بشكل كويس، يعني ما يعني قطع على نفسه يعتبر نص الطريق زي ما بيقولوا كده، اللي هو ايه الرهبه بتاعه ان انت تلبس فانيله منتخب مصر وتمثل بلدك في اجواء مشابهه الى حد ما بطوله قويه كبيرة زي كاس العالم كده، فان انت تأثر على نفسك الطريق وتضيع الرهبه دي وبالذات في ماتش قوي زي ماتش الجزائر دي، انا بحييه عليه الصراحه يعني. وبحيي اللي هو برضه هيئ له الجو ان هو لما ينزل يحط رجله في الملعب يثبت لنفسه لجماهير مصر كلها اللي بتتابع، وخاصه ان لعيب ما يكونش خارج من اهلي وزمالك وما عندوش حته مثلا المشاركات في افريقيا، فممكن تاخد معاه هزه جامده جدا. يعني ممكن يغلط غلط فادح الناس في مصر مش هترحمه. لا صحافه ولا اعلام ولا حتى الجماهير نفسها. وفي نفس الوقت حته ان مستر كروش ان يعتمد عليه بقى شايف انه اللي بيغلط ما بيترحمش؟ في مصر. في مصر عامه يعني، في مصر بتكلم بشكل خاص يعني، في مصر ان الغلطه بفوره وبالذات المدافعين. انا بتكلم حتى بقى انا بصفتي حتى مدافع، ان في مصر عندنا حته المقياس او المعيار ان انا احط الغلط. انت رايح تمثل 100 مليون يا كابتن عبد الله،
يعني مصر لما بتطلع خيره شبابها بتطلع 11 لعيب كوره، لازم يبقوا 11 لعيب كوره يعني على الفرازه. 11 لعيب لمنتخب مصر. احنا عندنا انت راحت بس 100 مليون ده الليفل، اعلى ليفل عندك في مصر. فانا عشان امثله احنا عندنا دايما قاعده، يعني هي مش قاعده ولا حاجه، بس احنا خليناها قاعده ثابته، ان احنا لعيبه منتخب مصر لازم يكون اهلي زمالك، وتيجي من بعد كده مثلا مع احترام لكل الانديه اسماعيلي، وممكن حد بقى طفره في انديه جماهيريه. ده اللي احنا ورثناه كمان على مدار سنين. أيوه. وتيجي في الاساس كمان المحترفين. انت تيجي بتخلف القاعده دلوقتي مع مستر كروش، وان انت بتاخد ناس مميزه في انديه برضه ملهاش قاعده جماهيريه برضه او لسه. مين عجبك من الاسماء اللي بره الصندوق اللي انت بتتكلم عليها؟ يعني مين يستحق انه يفضل مكمل مع منتخب مصر؟ والله انا شايف احمد ياسين بصراحه، يعني شايف احمد ياسين، شايف احمد رفعت بيأدي بشكل كويس، ويا ريت يعني تمني ان من مستر كروش ان يديله فرصه كامله اوسع شويه من الفرصه اللي هو بياخدها، بعيد عن الاهداف، وبعيد ان هو لازم برضه ايه يعني يظهر نفسه بشكل اكبر في مساحه اوسع يعني.